السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا، وكل عام وانتم بألف خير لكل مشاهدينا في كل مدن المملكة وفي كل أنحاء الوطن العربي والعالم. كل مشاهدين أكيد قناة وشاشة كل العرب، شاشة MBC. مين يكون يا ترى، مين يكون النجم أو مين تكون النجمة؟ سؤال حيجاوبوا عليه ضيوفنا ومشتركين معنا، واخترناهم بشكل عشوائي من كل مدن المملكة. حيشكلوا فريق واحد وحيجاوبوا على سؤال واحد اللي هو معرفة هوية الضيف. طبعا ثلاثة مشتركين لازم نتعرف بيهم الآن في حلقة اليوم، في أولى حلقات مين يكون معنا. أحمد من الرياض وفايقة من جدة وإبراهيم من الدمام. نرحب فيكم، نرحب فيكم جميعا، وكل عام وانتم بألف خير. وأبدأ معاك يا أحمد، كل عام وانت بألف خير، وكيف الرياض وكيف أجواء العيد عندكم؟ ربي يسعدك، أبشرك الحمد لله الأمور طيبة، وما توقعنا العيد بيكون بهالفرحة بسبة الجائحة اللي صايرة يعني. صح، لا كلنا يعني عايشين هذه الأجواء مع بعض، أجواء يمكن الحجر، وكل كل الناس تأثرت، لكن يعني في MBC وبدعم خاص من الهيئة أكيد ومعالي مستشار تركي آل الشيخ، قررنا أنه نخلي العيد غير، ولو إحنا قاعدين في البيت حنسوي برنامج وحنمتع الناس وحنفوزكم بجوائز حلوة إن شاء الله، أحلى عيديات من MBC. فايقة، كيف العيد عندك؟ طبعا أنت في جدة وأنا في جدة، فكيف العيد وأجواء العيد عندك؟ والله وعليكم السلام، مرة حلو العيد، يعني ما توقعنا يكون حلو، يعني ما في أي فرق عن الأعياد الباقية. إن شاء الله تكونوا مستمتعين في عيدكم، وإن شاء الله يا رب العيد هذا يكون يعني يزيل كل المشاكل وكل الغموم وكل الأشياء اللي ما كانت حلوة يمكن عدينا فيها الفترة الماضية، ورب أيامكم كلها سعادة. وهنا أنتقل لك يا إبراهيم في الدمام، كيف أجواء العيد عندكم وكيف كان أجواء رمضان والحظر والالتزام؟ والله الحمد لله رب العالمين، أجواء طبيعية وعادية والحمد لله، أهم شيء إحنا بخير وسلامة الحمد لله على كل حال. أكيد الحمد لله. طب مستعدين ومتحمسين أنكم تبدأوا المسابقة معايا اليوم ونكشف هوية ضيفنا المتخفي اليوم ولا لا؟ أكيد أكيد بإذن الله، إن شاء الله نكشفه إن شاء الله من أول مرة.